يرغب عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم ليلة رهيبة. ليلة رهيبة كتبها للإذاعة محمد المفضل الدغمي، ضبط الصوت الطيبة محمد، إخراج مرحبا بكم من قناة المسلسلات الإذاعية المغربية. بقي عقلة على إيش؟ الحديثة. أين حديثة؟ الحادثة ديال الطائرة اللي مات فيها زوجك الفاطمي. كيفاش غادي ينسى وانا مازال كنعاني من الالم ديالها؟ بغيناك تساعدينا الا جا على خاطرك. الا كانت مساعدتي غادي تفيدكم بشي حاجه، ما عندي مانع نفد الشيء اللي غادي تطلبوا مني. لو ما كانتش مساعدتك غادي تفيدنا، كاع ما نطلبوا منك تحضري لعندنا. اذا ما عندي اعتراض. شكرا لك يا سيدتي. نعيطوا بسم الله ونبداو العمل من الان. ما عندنا وقت ما نضيعه. وأول حاجة كنطلب منك هو تمسكي أعصابك وما تجيك حتى حاجة غريبة من الشيء اللي غادي تسمعي مني. شرط صعيب وغريب ولكن غادي نحاول. أول حاجة كيخصك تعرفي هي زوجك الفاطمي مالو؟ زوجك الفاطمي باقي على قيد الحياة. كيفاش؟ قلت لك في أول أمر كيخصك تمسكي أعصابك. ماشي لخاطري، راني ما مصدقاش اللي كتقول. كيفاش زوجي يكون باقي على قيد الحياة وهو هادي عامين باش مات في الحادثة؟ هذه هي الحقيقة اللي توصلنا لها من بعد البحث السري اللي قمنا به يا سيدتي زبيدة. يمكن نعرف التفاصيل ديال هاد البحث؟ معلوم باش يمكن لك تساعدينا. لابد ما تعرفي التفاصيل كلها، إنما كاين واحد الشيء مهم. أما هو يا سيد الكوميسير؟ كيخصني تعقلي على كل حاجة سمعتيها مني أو شفتيها في الصور اللي غادي تعرض أمامك. ما عندي ما نقول، غادي ننفذ هذا الشرط. إذن غادي نعيط بسم الله ونبدأ القصة. ردي بالك مزيان. هني رد بالي مزيان يا سيد الكوميسير، غير تكلم. في يوم 24 أبريل من سنة 1980 في 7 ديال العشية، خرجت واحد الطائرة من مطار المدينة قاصدة باريس، وكان من بين ركابها السيد الفاطمي الركيطي، زوج السيدة زبيدة المراح بنت سي جعفر التاجر المشهور. ومن بعد نص ساعة من إقلاع الطائرة حدث لها انفجار مروع وهي كتحلق في السماء، وكان بين الضحايا زوجي الفاطمي. بكيت وحزنت وفي الأخير دعنت الواقع وعرفت باللي هذا هو قدري، وكتب لي الله نعيش أرملة. ودست 3 شهور على الحادث. واحد نهار ألو، شكون اللي كيتكلم؟ بلاش كنتي السيدة ديالو؟ إيه يا سيدي تماما. السيدة زبيدة ياك؟ عجوبة. وعلاش كتعجبي؟ صوتك ماشي غريب عليا، حيلا فات لي سمعت هذا الصوت من قبل. انا الاخ ديالو عباس الركيطي. سي عباس، ما عذري كنقول فايت لي سمع هذا الصوت. ممكن الى جا على خاطرك تعطيني ميعاد نتقابل معك؟ مالك مضطربة يا سيدتي؟ ولكن ما يمكنليش. ما تخلعيش يا سيدي، جاوبيني على طلبي. انا كنفضل تجي للدار تقدم تعازي بعدا. مع الاسف ما يمكنليش ندخل عندك للدار الان. وعلاش؟ انت ماشي غريب على العائله سي عباس، اش هاد الكلام كتقول؟ غادي نشرح لك السبب بعد ما نتلاقاو. طيب ما دمتي مصر ما عندي ما نقول، حدد انت الوقت والمكان فين نجي عندك. طيب غادي نتظرك غدا في المقهى ديال الحبايب، موافقه؟ اش من ساعه؟ مع 7:30 ديال العشيه. وهو كذلك. وانت عرفتي المغامره من اولها لاخرها يا مكار. ما كنت شي متوقع هاد المفاجأة منك. اوه توحشتك يا عزيزتي، غادي نقطعك من الحميم. فاطمي. اوه سكتي، انا عباس. اسمح لي نسيت. بغيتي تخسر لنا العزيمة؟ نعتذر. ما فيها باس. طيب ندخل في المهم الان. اش من مهم؟ تحوزتي فلوس تأمين؟ نعم تحوزت بهم. مزيان، في بالي واحد فكرة. اما هي؟ بلاشك باقي محتفظة بالرسائل اللي كان كيبعثها لي خي عباس. ها حتى حاجة ما غيرتها يا عزيزي، كل حاجة باقية في محلها،
وآخر رسالة كان بعت لك بها خاك عباس من إسطنبول. ما عندي ما سألك، ما عندي ما سألك. ولكن أشنو وقصتك من هذا الشيء؟ أوه ما تقطعينيش بالأسئلة الآن، خليني نكمل كلامي. هاني سمعك يا زوجي العزيز. وبلاش غادي تكوني محتفظة حتى بالصور اللي كتجمع بيني وبينه. أنا قلت لك باللي كل حاجة باقي في محلها، المكتب ديالك باقي كيف اللي هو، وغير البارح بلا بعد كنت كنت تصفح الصور. آخر صورة خداها معنا عباس خاك في الحديقة ديال الدار من اللي جال عندنا يهنينا بزواجنا. هائل. وضح لي اش باغي تعمل. هذا ما غادي تعرفين من بعد ما نتعشاو. ما عندي مانع، حتى أنا راني جيعانة. أولا لازم تفهمي باللي زوجك الفاطمي مات الله يرحمه، وباللي أنا اللي قدامك الآن عباس ركيتي الأخ دياله، وعائلت كلها كتعرف باللي الفاطمي عنده خاه. هادشي كاين أو لا؟ كاين. طيب الخطة ديالي هي هذه. شنو هي؟ كتعرفي باللي أنا وعباس خلقينا في نهار واحد وساعة واحدة، ياك؟ هادشي كاين. وكتعرفي باللي الشبه كبير بيناتنا لدرجة أن الواحد ما يقدرش يفرق بيناتكم بزوج، والدليل واضح. أما هو؟ نهار اللي عيطوا لي نتعرف على الزوجة ديالك قلت لهم باللي هذا هو زوجي الفاطمي. كنت كان عارفك غادية تغلطي في هذه القضية. وكينا حاجة أخرى. أما هي؟ في الصورة اللي كتجمعكم بزوج ما يقدرش الواحد يفرق بيناتكم. معلوم شرحنا توام، وغالبا ما كيكونوا التوام تشابهين بزاف. عندك الحق فادي. إذن ما بقى لي الآن غير نشرح الخطة ديالي. أما هي الفاطمي؟ رجعنا عاوتاني للفاطمي. عذرني عمرني ما عرفت شي حاجة من هاد النوع سوى في القصص البوليسية اللي كنقراها ساعة ساعة. ردي بالك الحيوط راهم ودنيهم، أنا ماشي الفاطمي، أنا عباس خو الفاطمي الله يرحمه. صافي صافي صافي، الآن غادي نبقى ثابتة، كون هاني. كاين عندك ما تقولي لي قبل ما نشرعوا في هاد تنفيذ الخطة؟ بزاف ما يتقال. أرى ما عندك. أشنو هو مقصودك من هاد الشيء كله؟ أوه مقصودي واضح. أما هو؟ هو الزواج. زواج؟ أجل الزواج من جديد. بمن؟ أرجوك رحنا في الجد الآن. طبعا بك انتي يا زبيدة. بي أنا؟ نعم بك انتي. لكن ما كاين لكن. ميمكنش. وعلاش لي ميمكنش؟ غادي يكتشفوا اللعبة. ما عندك من تخافي، أنا عباس خو المرحوم زوجك الفاطمي، طلب يديك الزواج مسألة طبيعية، وبهذه الوسيلة غادي نبنيو حياتنا من جديد ونعيشو هانيين، وحتى حد ما غادي يجيب خبرنا أبدا. ولكن فريد. شكون هاد فريد؟ ولد عمي. مالو؟ هادي مدة وتابعني نفس الغرض وتقدم الخطبة ديالي مرارا وتكرارا، وأفراد العائلة كلهم كينصحوني نتزوج به، وما بغونيش نبقى عايشة وحيدة وفريدة. من حقك ترفضي الآن؟ من حقك؟ من بعد 6 شهور غادي تخبريهم بكل صراحة باللي كاين شخص آخر في حياتك وهو أنا، والقضية سهلة. الفاطمي وكتظن باللي غادي يصدقوني بسهوله؟ يصدقوا ما يصدقوش، المهم هو نحقوا هدفنا. اللهم اذا كنتي انتي كتعارضي او نسيتي من بالك. كيفاش ننساك؟ ما تقولش هذا الكلام الفاطمي. عباس ماشي الفاطمي. كنعتذر مره اخرى، باقي ما ولفت نسميك باسم خاك، لان الفاطمي هو اول رجل في حياتي ويستحي ننساه بسهوله. ارجوك عذرني. ما كاين بس. ثم انا واخدة عليك من الشيء اللي قلتي الآن. أشنو قلتي يا عزيزتي؟ علاش قلتي باللي أنا نسيتك من بالي، وأنا اللي وقفت في وجه عائلتي كلهم وتحديتهم، نسيتي ضحيتي من أجلك؟ سامحي لي زلت لسان فقط، وكنطلب المعذرة، راني كنعرف شعورك من ناحيتي يا زبيدة. اغفري لي هذا الخطأ يا عزيزتي، وابتسمي للمستقبل الزاهر اللي كينتظرنا. قل لي أشنو باغي تعمل. ما تصورش شحال قصيت من محنا قبل هاد الساعة اللي احنا مجموعين فيها. بغيت ننعم انا وياك بحياه سعيده، مستقبل زاهر، بفضل فلوس التامين اللي تحوزتي بهم، وهذا علاش زورت اسمي، وبغيت نبدا حياه جديده انا وانت يا زبيده. عباس زبيده، راني خايفه من هاد المغامره. ما تخافيش، كل شيء غادي يتم بخير وعلى خير، الا انت زولتي منك التردد والخوف، وما دمت انا بجنبك ما غادي تكون حتى شي حاجه فيها شي خطر عليا او عليك. هادشي اللي كنتمنى هو اللي غادي يكون يا زبيده. قل لي عباس. نعم يا عزيزتي. كيفاش خطرت في بالك هذه الفكره هذه؟ من بعد انفجار الطائره مباشره بديت كنخطط لها، بديت كنستعرض الظروف الماديه اللي كنعيشها لها بعد زواجنا، وكذلك وضعيتي امام الكبرياء والتعجرف ديال عائلتك المحترمه. كانوا باغيين بنتهم تاخذ راجل غني او اكثر، ماشي انسان بسيط بحالي. كلهم ما كانوش راضين بيا، فيما كنمشي معاك لشي مناسبه عندهم كنشعر بهم طايحين من العين، كيندرو لي نظره ديال الاحتقار والاهمال. عباس اش هادشي كتقول؟ الوالد ديالي وفرنا الاسباب باش نعيشو في احسن الظروف والاحوال، زودنا بالدار وبالسياره
وعمل داكشي كله في اسمك باش تظهر بمظهر لائق امام عائلتي. زياده على هذا الشيء ما كانش خصنا حتى خير ولله الحمد، كنا مستورين وعايشين بحال الناس او احسن. ثم ما تنساش الموقف ديالي امامهم، ملي تقدمتي تخطبني فضلتك انت على جميع الشباب اللي تقدموا لي، واللي كانت عائلتي كلها مفضلاهم عليك. غير انت الله يهديك كنتي كتبغي تعاونهم والسلام. ابدا، لكن انا ما رضيتش على داكشي اللي عمل باك من اجلي. شعرت نفسي بحال كنت عال عليه وعلى الاسره كلها. من ديك الساعه وانا كنفكر لما كنت جالس في مقهى المطار من بعد ما انفجرت الطائره بنص ساعه اني من الاقلاع ديالها، وقلت مع نفسي هذه هي المناسبه باش نوصل للشيء اللي بغيت. قلت نقطع المراحل بسرعه ونحقق حياه سعيده لي وليك يا زبيده، وكذلك نتساوى مع افراد عائلتك في الجاه والمال والشهره. بغيتي تخوض هذه المغامره الخطيره باش تعيش نفس المستوى ديالهم. تماما، مع الاسف. وعلاش اسف؟ بغيتي تحقق احلامك بطريقه مريبه وباسم مستعار وشخصيه مزوره. ما عندي حل من غير هذا. كنت كنتمنى الفاطمي بنفسه يحقق اللي بغاه بدل عباس. الوقت لا يرحم يا زبيده، كون جيت نعمل باش نوصل خصني زمان ومكان، فضلت المغامره بعد الخطه ونتزوجك من جديد. فاطمي، كل شيء كنت نصدقه الا هادي ما بغاتش تدخل لي الدماغ. شوف بارك كامل سميت الفاطمي، فهمتي زبيده؟ بارك قلت ما زيد عليا ليبيا، انا راه شي كفيني. شهور وانا محبوس ومنقطع على الدنيا، حتى دفنت هذا الفاطمي الله يرحمه وحيدته من بالك نهائيا. كان بامكاني، كان بامكاني نخدعك ونجيك بصفتي عباس، لكن فضلت نصارحك بالواقع، وهذه هي الوسيله الوحيده اللي تخليني نرفع راسي عالي امام عائلتك، وخصوصا ولاد عمالك وخالاتك اللي عاجبهم راسهم بلا قدر. انا مقدره ظروفك من ناحيه عائلتي، كنعرف هذا الشيء، وعلى ما كيظهر لي كانوا بداو ينسجموا معاك ويشركوك في الحديث معهم. بالعكس، كانوا ما راضينش بيا، كنت كنشعر بهم غير كيجاملوني فقط. لهالدرجه كنت كتحقد عليهم؟ ماشي حقد، ما هو غير رد الاعتبار. بغيتهم يعرفوني بوجه اخر غير الوجه القديم، ويشاركوني الحديث حول المشاريع ديالهم التجاريه، ماشي كيخليوني في ركنه وحدي كنحس بعد هاد السجاير اللي كندخل وانا عايش على اعصابي. كنت كنلاحظ هذا الشيء وكنت كنشعر بيك متضايق، وهذا الشيء علاش كنت كنفضل نودعهم ونطلب منك نغادروا المكان لجهه اخرى باش نكملوا سهرتنا. ما قلتيليش شنو كيفاش عرفوك كنتي في الطائره وانت كاع مركبتي فيها؟ قصة أخرى هذيك وهي اللي غادي نحكي لك من بعد. يكفي بركة. وعلاش يا سيدي الكوميسير، خليهم يكملوا العرض. عندي لك مفاجأة ما كانتش على بال زوجك الفاطمي. اسمعي يا سيدتي زبيدة، الآن غادي تبرق الشغل. تفضل أسي مصطفى. زيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أسي مصطفى. سيدي الكوميسير، انا رهنا اشارتكم. كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله. تفضل جلس قدامي. حاضر سيدي. سيدتي زبيده. نعم سيدي الكوميسير. كنقدم لك السي مصطفى القلعي. متشرف فينا السي مصطفى. نعم سيدي. هذه هي السيده زبيده المراح، زوجة السي الفاطمي الرقيطي. متشرفين يا سيدتي. يا سيدتي زبيده، السي مصطفى كان من جمله الركاب ديال الطائره. سمعتي؟ ولكن على حسب ما كنعرف وما قريت في الجرائد والمجلات واخبار الاذاعه، ان الحديث قضى على جميع ركاب الطائره. بالعكس، هذيك خدعه عملناها باش نوصلوا للحقيقه. اجل يا سيدتي، هاد السيد نجا من الحادث باعجوبه، وراه عنده ما يقول لك في الموضوع. تكلم سي مصطفى بكل صراحه، تكلم. السيده هي قدامك. اولا سميتي مصطفى القلعي، رجل أعمال صديق زوجك السي الفاطمي الرقيطي. كنا على موعد بزوج في المطار واتفقنا باش نتلاقاو قبل إقلاع الطائرة بساعة. زوجك هو اللي طلب مني نتلاقاو، وفعلا تلاقينا في مقهى المطار باش نوضعوا اللمسات الأخيرة على واحد الاتفاقية. كان بغي يعمل واحد المشروع، يعني مشروع شركة، وشعرت به محتاج للفلوس وما قدرش يصرحني، وكنت على استعداد نساعده. لكن احنا في مجرى الحديث، فاذا به خاه ماجي كيلوت السي عباس. كان مضطرب ومقلق لانه كان معول يسافر لباريس باش يكون تما في 11 ديال الليل، لكن ما وجدش المقعد الطائره. وبما ان خال فاطمي
كان حتى هو غادي يسافر لباريس، فطلب منه يخليه يسافر في محله، لأنه يعني حسب ما قال عباس الأخ ديال الفاطمي أن هذا السفر مهم وفيه صفقة العمر بالنسبة له. وفعلا الفاطمي تنازل لخاه عباس على الورقة ديال الطيارة اللي كانت غادي تطير في ديك الساعة، وطلب منه باش يعمل إجراءات لتغيير الاسم، لكن عباس كان مصر وقال لخاه الفاطمي ما كاينلاش لأن الوقت زحم وبما أننا توام وشبيهة وحدة، أعطيني جوازك ديال السفر وخذ جوازي وهنا غادي نربحوا الوقت. وهكذا كان، هكذا كان سيدي الكوميسير سافر عباس في مكان الفاطمي. تماما، احكي لي على هذا الواقع وحنا في المقهى وبقي عقلا من اللي سولته على واحد سؤال محرج. اوه مالكم التربية يا عزيزتي؟ كنخاف، كنخاف ليكون هذا مصطفى القلعي باقي على قيد الحياة. ما احنا على فالك، جميع الجرائد والاخبار كتأكد باللي الركاب اللي كانوا في الطائرة ماتوا كلهم. انا كنت متبع الاحداث عن قرب، يعني باش ما تفوتني حتى حاجة. شوف جبيلة، غير كوني مطمئنة باللي مصطفى القلعي مات وكذلك خي عباس. قبل ما يودعك خاك، اشنو عملتي في قضية جواز السفر؟ نسيت ما قلت لك على قضية جواز السفر نبزوج، وهذه لابد ما تعرفيها حتى هي، ومزيان اللي سولتني عليها. عن طريق الصدفة وبدون أي احتياط، وهو كيودعني خذ المحفظة الصغيرة ديالي بينما بقات بين يدي المحفظة الصغيرة ديالو، وفيها لقيت جواز السفر ديال عباس وأوراقه. وبلا شك حتى أنت كنت عامل جواز السفر ديالك في المحفظة اللي خذا هو. تماما. وقعنا غلط، تبنى المحفظة بلا ما نشعروا بدون قصد. وشنو عملتي من بعد؟ بقيت جالس في مقهى المطار وطلبت كاس أخر ديال القهوة. كنت ناوي نرجع للدار لكن عدلت على الفكرة وعملت بنقص. بقيت جالس كنتظر الطائرة ديال 9 الليل، ومع واحد نص ساعة شعرت بواحد الحركة غير عادية في المطار. ملي سولت شنو وقع، قالوا لي بلي الطائرة اللي قلعت لباريس هذه نص ساعة انفجرات. بقيت مبهود من الخبر، شاري الدهن وما عرفت لا ما نقدم ولا ما نخر. حاولت نضبط الأعصاب ديالي لكن بدون جدوى. واحد شوية سمعت جوج الناس كيتكلموا بيناتهم على الحادثة وفلوس التأمين اللي غادي ياخذوا عائلة الموتى، وكانوا كيتكلموا على مليونات. صحاح، قتلتي نفسك وحيتي خاك من أجل الطمع. زبيدة، وشنو هذا؟ بل من أجل رد الاعتبار، راني حكيت لك الأسباب. عجوبة، راني ما مصدقاش هادشي اللي كتحكي لي. ما كنظنش هادشي تصدر منك، كنعرفك راجل معقول ومتزن. كيفاش بغيتيني نوافق على هذه الخطة يا الفاطمي؟ أوف، عاوتاني رجعنا لاسم الفاطمي. ماشي لخاطري، كننسى. كنت بقى نفكر وإلا الخطة ديالنا غادي تفشل. الله يقدرني نبقى ثابتة. مرحبا بكم قناة عندي واحد سؤال مهم. إذا هي المغرب، إلا مشى حتى ظهر خاك عباس، أشنو غادي تعمل؟ أش من عباس الله يهديك؟ عباس الرقيطي خاك. عباس مات وأنا اللي خديت اسمه. واش أنت فين؟ ما فهمت والو، هاد الشيء عندك متشعب. أرجوك عفيني من هاد المخمر. صبري ما تبقاش عصبية، سمعي مزيان أش غادي نقول لك. أنا كنسمح. فعلا سافرت لباريس ديك الليلة وقصدت المكان فين كيسكن خي عباس، وعرفني مول المحل يعني حارس العمارة، وعطاني المفاتيح ديال المنزل وهو كيبتسم في وجهي. وبقيت هنا كنتبع الأخبار الأولى ديال الحادث من خلال الجرائد اللي كتوصل هناك. وبعد 3 أيام وصلني التلغراف ديالك كتخبرني فيه الوفاة خاي الفاطمي، والتلغراف ها هو مازال عندي حتى الآن. علاش؟ وعلاش اللي ما حضرتيش ملي توصلتي بالتلغراف؟ كان من الواجب تحضر الجنازة بصفتك خوه المرحوم الفاطمي، وهكذا كانت تكون أحسن. كنا مثل القضية اللي قلتي غادي تير حول الشبهات، ثم أنا بغيت نقتدي بواحد المثل اللي كيقول خالف تعرف. بحالش؟ عائلتك كلها كتعرف عباس وظروف عمله، وبالأخص الوالد ديالك. عباس قليل فان كيجي يشوف خاه نظرا للانشغال ديالو الكثير، لذلك فضلت نعمل بحاله تماما، وقلت نغيب غيبة طويلة ونعمل راسي كنت في ألمانيا وهولندا وتركيا والهند، وما كانش بإمكاني نعرف خبر الحادث اللي مات فيه خير فاطمي حتى كنت في باريس. وبمجرد ما تسلمت البرقية تألمت وجيت كنجي نقدم التعازي. من بعد 6 شهور. أجل من بعد 6 شهور. الباب الأولى منين غادي تدوز؟ تماما، هي الباب الأولى باش نشرع في تنفيذ الشوط الثاني من الخطة ديالي. لولا حبي ليك وعطفي وحناني ما كنتش نطوعك في هذا الشيء اللي باغي تعمل. المهم الله يختم على خير. ما غادي يكون غير الخير يا عزيزتي، انا ما عملت حتى شي ذنب في هذه القضيه سوى انني انتحلت شخصيه خاي عباس، وهذا كله من اجل نبزوج باش ترضي انانيتك كذلك يا الفاطمي.
بارك هيك فيه. حرام عليك يا سيدي الكوميسير، وصلتي لأهم حدث في العرض، خليهم يكملوا من فضلك. يا سيدتي لازم نراحة شوية، راه تاكنا وخصنا نشمو شوية الهواء. خسارة، وصلت لأهم نقطة في حياتي مع الفاطمة. طيب أنا لا، ما دمتي مصرة باش نكملوا الكلام، إذا ما كاين بس. تفضلي، شنو هي النقطة المهمة اللي كنتي غادي تقولي يا سيدتي؟ لما حكاي الفاطمي على قضيته مع أخاه، رجعت بيا الذاكرة للنهار اللي عيطتو لي نتعرف على الجثة. ما نخبيش عليك يا سيدي الكوميسير واحد الحقيقة. أما هي؟ كان من حقي نتمعن في الجثة بزاف، لأنه كاين واحد الجانب هملتو، وهذا الجانب هو اللي كيفرق بين الفاطمي وخا عباس. أما هو هذا الجانب؟ عباس كان عنده صبع زايد في اليد اليمنى، يعني عنده 6 صبعان، بما أن الفاطمي يدو اليمنى كانت عادية. والشي اللي استغربت ليه هو لما تلاقينا في المقهى جريت معاه الحديث حول هذه القضية. فاش كتخمي يا زبيدة؟ فاش كنخمم في واحد الأمر، وإلا وافقتني عليه غادي نتبع الخطة ديالك. أما هو هذا الأمر؟ خاك عباس عنده 5 الأصابع في اليد اليمنى، بينما أنت عندك 6. تيلاً راني كنشكرك على هذه الملاحظة ديالك الدقيقة، لكن ما تخافيش. لا وقالك كي خصني نخاف؟ في القصص البوليسية اللي كنقرا كثير ما كتهتم بهذه الأمور الدقيقة، وهي اللي كتكون سبب في اكتشاف مرتكب الجريمة. ثم أنا خصني نبقى مرتاحة البال من هذه الناحية. يا عزيزتي راني ريحتك من هذه الوسواس هذا. كيفاش؟ لا أنا لما كنت في باريس عملت عملية لهذا الإصبع اللي زايد عندي، باش ما يوقع حتى شي مشكل ولا شبهات، فهمتي؟ يا لك من شيطان، كيف يستر منك هذا الشيء؟ راك تقمصتي شخصية عباس بكل وراعة. معلوم، فهمت هذه الأمور كيخص الحذر والاحتياطات الكبيرة، لهذا دخلت قضية عملية الإصبع في الاعتبار. إذا ما بقى ما يتقل الآن. بركة، راني عيانة وبغيت نرتاح. ليلة واش من ليلة هاتي؟ بلاتي شوية، سخيتي بيا خلاص. عباس، اش هذاك اللي كتقول؟ يا سلام. أكو ينبغيك يا عزيزتي. كون هاني من الآن فصاعدا غادي ننادي عليك زوجي عباس. هائل، ممتاز. الآن عاد تهنى بالي وارتاح قلبي. عباس ردي بالك. معلوم عباس رقيتي، والله يرحم الفاطمة. تماما. المهم بعد غدا إن شاء الله غادي نتصل بك هاتفيا نخبرك رسميا برجوعي من باريس. حتى بعد غدا؟ وعلاش اللي ما تصلش بيا غدا أحسن يا عزيزي؟ أنا اللي كنعرف. المهم هو أنت تكوني موجودة في الدار بعد غدا في الوحدة ونص ديال النهار. الوحدة ونص؟ تماما. وفي اللحظة نفسها غادي تخبري الوالد ديالك وأفراد عائلتك كلهم بوصولي، وحاولي تعرضي عليهم يجيو ويتعشاو. وهذه المناسبة غادي نغتنم أنا فرصة ونقدم التعازي ونعمل راسي عاد سقط الخبر القضية وخلي البقية عليا. مفهوم؟ مفهوم يا عزيزي عباس. عندك تنسي، كوني حاضرة بعد غدا في الدار مع الوحدة ونص ديال النهار بالضبط. ما تخافش شي، ما غادي يكون غير خاطرك. وهكذا كانت تنفيذ الخطة اللي قال لي عليها الفاطمي، وأفراد العائلة كلهم بما فيهم الوالد ديالي مدوا ما جابوا في القضية، تيقنوا باللي الشخص هو عباس ماشي الفاطمي. وبقى الاتصال بيني وبينه مدة شهر. واحد النهار جا عندي با للدار. سمع بنيتي زبيدة. اش كاين با؟ الله يسمع على خير. ما هنا ما نخبي عليك، سي عباس خو المرحوم الفاطمي راجع عندي كيطلب يديك للزواج، اشنو رايك؟ عملها الشيطان، نفذ الشوط الثاني. ما جاوبتينيش، فين كتفكري؟ راني ما نكرهش توافقي باش نجعلو حد لولد عمك فريد اللي هادي مده هو مصدعني عليك. وعلى ما كيظهر لي السي عباس خو المرحوم زوجك فضل منه، راه اصبح الان عنده مركز قوي وراجل اعمال مشهور. شنو قلتي؟ الري رايك با؟ لا بنيتي، رايي راكي سمعتي، اللي كيخصني الان هو رايك انت يا زبيده. ما عندي مانع با. اذا مبروك بنيتي، غدا ان شاء الله غادي يجيو العدول ونضربوا الصداق وغادي نعملوا حفله عائليه بسيطه بهذه المناسبه. ما يكون غير اللي قلت الوالد. يا سعدي الى اللقاء. وتزوج بالفاطمه من جديد، وعشنا حياه زوجيه سعيده، وبدات الظروف ديالو الماديه اكثر فاكثر كتحسن، وصبح كيتوفر على رصيد كبير من الاموال، ولا كيضاهي الاغنياء الكبار، وكثرت الاشغال ديالو وبدا كيسافر كثير، وكيعقد صفقات تجاريه مع اكبر الشركات في اوروبا حتى تنمت التجاره ديالو.
ولحقيت قال عمرني ما شفت منه شي حاجة خيبة، كان كيعاملني بمنتهى الرقة والحنان، وعمره ما خيب لي شي رجاء. كل حاجة طلبتها منه إلا وكان كينفذها لي بسرعة، وكان موفر لي جميع أسباب الراحة والسعادة. يكفي يا سيدتي، هذا الشيء ماشي مهم الآن. وعلاش لي ماشي مهم؟ خليهم يتابعوا العرض، راه هذه أحسن مرحلة في حياتي الجديدة من بعد ما تهجلت مدة 6 شهور. مهمة بالنسبة لي كنتي، أما بالنسبة لنا وصلنا للمرحلة اللي بغينا. شنو كتقصد يا سيدي الكوميسير؟ لأننا كنعرفوا كل حاجة على زوجك الفاطمي رقيتي، ضرب غرتها صحيحة فجأة وسمى راسو الفاطمي، وملي بغى ياخذ الفلوس ديال التأمين ويتزوجك خدا الشخصية ديال خاه عباس اللي مات بالفعل، والآن هو كيعيش معك في بحر من السعادة والهناء كيف حكيتي لنا يا سيدتي. المهم استطاع يحقق هدفه ويعيش بين أفراد عائلتك كيف كيتمنى هو، باش يعطيه قيمة ويحترموه وما يبقاوش ينظروا له النظره ديال الاحتقار، وكذلك ما يبقاش عال عليهم وعلى الوالد ديالك السي جعفر. هادشي كله صباح الان معروف. على الاساس فهمت باللي ما بقى عندكم بيا غرض سيدي الكوميسير. لا لا بالعكس الله يودي. دابا عاد وصلنا للهدف يا سيدتي. كيفاش؟ على هنسيتي. شنو؟ قبل ما نبداو نسردوا الاحداث طلبت منك تعاوني معنا، وبالفعل وافقتي باش تساعدينا. تماما كاين هذا الشيء. ما عليناش، انت بلا شك عارفه علاش كتقولي بلي ما بقى عندكم بيا غرض. ها سمحوا لي، الى لاحظت يا سيدي راني نسيت ما راج بيناتنا من الحديث الاول. ما كاين باس. والان شنو كتطلبوا مني نعمل يا سيد الكوميسير؟ اولا لازم تعرفي بلي راكي متهمه في هذه القضيه مع زوجك. كنعرف هذا الشيء لانني شاركت في هذه الخطه الخطيره، وما خطرش على بالي من بعد التحريات ديالي كلها بلي رجال الامن غادي يشعروا بالقضيه في يوم من الايام. على كل حال ظروف التخفيف كاينه في حقك الا انت قبلتي تساعدينا. ما عندي مانع، وراه سبق لي بديت الاستعدادات ديالي. اذا سمعي مزيان شنو غادي تعمل، وردي بالك مليح الشيء اللي غادي نقول لك باش تنجح الخطه ديالنا يا سيدتي. اش كاينه جبيده؟ واحد السيد كيبسل هاد الايام. كيبسل؟ غريبه هاد القضيه، وعلاش اللي ما خبرتينيش من البارح؟ عاد فقط الان. اشنو نوع هاد البساله؟ كيتكلم في الهاتف، وملي كنرفع انا السماعه كيقول لي واش هادي هي دار المرحوم الفاطمي الرقيتي، كنقول لي نعم، كيقول لي كلمي لي من فضلك، وملي كنقول ليه كيفاش بغيتي نكلم لك واحد الانسان مات الله يرحمه، كيجاوبني بضحكه خبيثه وخشينه، وكيقطع الهاتف في وجهي، وكيخليني بالضربه واعصابي كلها كتغلي. ما يمكنش ما يمكنش، علاش كيما قلتي ليش مجرد ما تكلم معك اول مره؟ كتكون مشغول او زربان وما جاتش الوجبه فين نقولها لك حتى لهاد الساعه. غريب، شكون غادي يكون هذا الشخص هذا؟ كتسولني انا؟ بالعكس كنتسائل مع نفسي يا زبيدة. على كل حال ما تشوشي بالك يا عباس. كيفاش ما تشوش وانت كتقولي باللي كيطلب منك تكلم له الفاطمي؟ تماما، ما زدت ما نقص عليك في هادشي اللي سمعتي مني. واخر مكالمه كانت وقتاش؟ هادي واحد الساعه تقريبا. شكون هذا الواقع اللي بغى يعكر على الجو ديال حياتنا الجديده؟ شكون؟ حتى انا كنت كنتسائل مع نفسي هذا السؤال، وحتى حد ما عرف شي حاجه غيرنا بزوج، كلشي مصدق باللي انت هو عباس وباللي الفاطمي مات الله يرحمه. منين جا هذا الشخص اللي خرج لينا من تحت الارض؟ ما تخافيش يا زبيده، لا بد ما نعرفوا شكون هو. ولنفرض انك عرفتيه، اشنو غادي تعمل؟ تعرفيه بعدا وديك الساعه يكون ما يكون. اش كاين يا عزيزتي؟ عاوتاني هذاك اللعين تكلم معايا الان. اللعين مالو ما يجي عندي ويواجهني انا؟ شنو قال لك عاوتاني؟ شنو قال لك؟ نفس الكلام اللي سبق لي قلت لك. عرفتي اش كيجيك مليح؟ شنو؟ هاد المره تخليه وما تردش عليه. انا عندي اقتراح اخر. اما هو شنو هو؟ نخويو الدار ونمشي لدارنا. معتبر عند الوالد. معتبر، فكره حسنه. غادي نخلط عليك لما نسالي الخدمه اللي عندي، غادي نخلط عليك لداركم حتى انا موحش الوالد بزاف. بارك الله عليك السي عباس، ما عندي ما نسالك، استطعتي تنتصر على المنافسين ديالك. كنت على يقين ان الصفقه اللي عملتي غادي تخليهم يغزوا ظفرهم. ما كان عندي خيار، كنت ناوي غادي يهديهم الله ويجيو يتفاهموا معايا بلاتي هي احسن، لكن خرج منهم العيب هما الاولانيين. نساعتي وقعت على الصفقه وحدي بالثمن اللي بغات الشركه. ايوا كل ما كان عندك فيها الربح كاع ما تغامر بها يا العفريت.
كان عارفك على بال تبارك الله. سألة طبيعية، ماشي معقول نرمي الملايين غير هكذاك، لابد ما نعرف الأرباح اللي غادي نحصل عليها قبل كل شيء. وغير الآن بلا بعد، وفي هذه الساعة اللي كنتكلم معاك تلقيت 5 ديال الطلبات وصحابها كلهم كيرغبوني نحسب عليهم اللي بغيت. أها ما غاديش تساليهم الحديث على الملايين والصفقات ديالكم؟ رجال الأمانة وما هادو أبنيتي كيباتوا يقيلوا على الهضرة غير في هاد الشيء. ولا واش شوية هكذا وشوية هكذا. اسمحي لي يا زبيدة، خليني نستفد من ديك الراس الوليد ديالك، تبارك الله عنده ما يقول في هاد الميدان، رجل مجرب وسبقني للحفاء. العفو العفو العفو. المهم العشرة واجدة والجميع في انتظاركم في قاعة الأكل. يا الله بنا سيدي، الجوع كيسحق فيا حتى أنا. تفضل السي عباس، من بعد نرجعوا ونكملوا حديثنا. يلا تفضل السي جعفر. تفضل. شي حد كيطلبك في التليفون ابا؟ جاوبي انت بالنيابه عليا بنيتي. الخدامه اللي تكلمت معاه وقال ليها بغيتو هو شخصيا. ياك امري لله، الله يسمعنا خير. ما عرف شكون هو هاد الباسل هذا اللي غادي يعمل لي التليفون في هاد الساعه. واش غادي تخسر الوالد؟ سير وشوف شكون. وهو كذلك. كيف دوزتي النهار في العمل؟ من اروع ما يكون. عقدت صفقات عمر ما كنتش كنحلم بها. كذلك جا عندي المهندس اللي غادي يعمل لها التصميم ديال الفيلا الجديده ديالنا. دخلت عليك بالله. راك كتعرفني الا قلت شي كلمه كنفذها عاد كتدخلي عليا زبيده. شاتشي كنعرف، غير وكان الخبر كان جاني مفاجئ بالنسبه لي. مازال تشوفي يا عزيزتي زبيده، كاينه مفاجاه اخرى مخبيه لمستقبلنا بزوج ان شاء الله. ربي يخليك لي ويطول لي عمرك. جعفر. نعم سي جعفر. السيد اللي عايط في الهاتف الان ما بغانيش انا. شكون اللي بغا؟ قالك سيدي بغا المرحوم. المرحوم؟ ايه بغا يتكلم مع المرحوم خاك الفاطمي اللهم في لنا ولا. ما قالكش سميتو؟ قال لي اسمه السي عباس. اشنو هو الاسم ديالو؟ مصطفى القلعي. مصطفى القلعي؟ واش انت متاكد السي جعفر؟ الله يا ودي، جوج ديال المرات هو كيقولها لي ويعاود. ولما قلت له باللي الفاطمي رحمه الله عليه مات في الحادث ديال الطياره، جاوبني بواحد الجواب غريب. كيفاش؟ هو دفع لي السلعه كلها ضحك. الضحكات ديالو خلعوني وفزعوني، ما قدرتش نسمع ديك الضحكات. من ساعتي قفلت وجهو الهاتف وجيت نخبرك بالقضيه كما هي السي عباس. كيفاش؟ كنت نقولها بحيل علمني الله. راني لحد الان ما مصدقش هاد الكذبه هادي. اش كتقول يا عباس؟ هي رديتي باك كذاب؟ ماشي قصدي هو هذا. وشنو اذا؟ يمكن تكون كذبه من طرف شي حد اخر. لا لا، كنت عارفه القضيه من اول مكالمه وبقيت متردده واش نقولها او لا. كنت خايفه لا تنوي شي حاجه او تكون عندك نيه ناقصه، وهذا علاش فضلت السكوت حتى تاكد انت بنفسك. ما تقوليش هاد الكلام يا زبيده، راني كنعرف مقدار حبك لي واخلاصك. ثقي بيا، راني ما كنشكش في هادشي اللي بغيت تقول. يعني حيدي من بالك هاد الوسواس واعتبري هادشي سحابه صيف ودغيمه تزول. لا لا، العموم راني ما بقيتش طايقه نعيش في هاد الدار. ايوا على كل حال ما تخافش، هاي راني عملت واحد الحل باش نريحو من هاد المكالمات ديالو. أما هو هذا الحل؟ غيرت أرقام الهاتف ديال الدار، طلبت منهم يعملوا لي خط جديد ويلغيو الخط القديم، وهكذا غادي ترتاحي منه. عملتي مزيان، بحال نرتاح من هذا الوسواس. يلا الآن طلعي تاخذي راحتك، هذه راه الوحدة ديال الليل على عين. تماما. محتاجة النوم والراحة والهدوء. تصبحي على خير يا زبيدة. ألو؟ شكون اللي كيتكلم؟ ألو؟ هذا مكتب السي فاطمي الرقيطي؟ من فضلك هذا مكتب عباس رقدي فاطمي الله يرحمه. فضلك جاوبني ما تخافش على كل ضحك. صافي انا عرفتك الان، انت هو بالضبط اللي معكر عليا حياتي هاد الايام. علاش ما تواجهنيش بدل ما تبقى مخبي مني جبان؟ ما عندي ما نقول، راني مستعد نشوفك الا بغيتي. معلوم بغيت نعرفك على حقيقتك يا وقح. ما كنسمحلكش تخرج هاد الكلمه اللي قلتي في حق الان، وإلا راني مضطر نعمل بالنقص من هذا اللقاء معك. عندك الحق تجاوبني هذا الجواب لأنك في مركز القوة. غادي كنعتذر، كنسحب الكلمة اللي قلتي في حقك. غير قول لي فين تلقاو باش نتفاهموا. شنو رأيك؟ أنا كنتظرك اليوم في 9 ديال الليل في مطعم الشاطئ. ما عندي مانع. للقاء. علاش هاد المراوغات كلها يا مصطفى؟ راك سببتي لي متاعب كثير هاد الأيام بالمكالمات ديالك الهاتفية. كان من الضروري نعمل هادشي. وعلاش؟ باش تعرف باللي الانسان مهما حاول يزور شخصيته من اجل الطمع لابد ما كيحصل في يوم من الايام. خلينا من هاد الهضره وقول لي المطالب ديالك.
بارك أرجوك خليها بجد. الروح عزيزة عند الله الفطري. أنا ما عندي علم بالطائرة، غادي تنفجر باش توجه لي هذا الكلام. كان ممكن تكون في محله الموقع داك الشيء، كتفهم؟ عارف عارف، أنا ماشي بحاجة باش تحكي لي الخرافة من جديد، أنا قصدي الآن شيء آخر. شنو هو قصدك؟ راني كان حمد الله اللي استطعت نعيش لهذه الساعة بعد ما كنت فاقد الوعي ديالي مدة ديال نصف سنة من بعد الحادثة، زيد عليها 6 شهور أخرى ديال العلاج في المستشفى، وأنت كتشوف حالتي كيف دايرة. كنت معتقد بلي حتى أنت انتقلتي للعالم الآخر. بارك من الضحك من فضلك وتكلم بجد، وإلا وإلاش صديقي مصطفى. نعم السي الفاطمي. راني مستعد ندفع الثمن اللي بغيتي غير ريحني من العذاب اللي عندنا فيه. ها؟ زوجتي ولات في حالة أخرى، ربما تفقد الوعي ديالها إلا استمريتي في هذا الشيء ديالك. ما تصورش اش كنعاني من ألم الآن. صحت الحياة ديالي مع جحيم لا يطاق بسبب تصرفاتك. أرجوك يكفي بركة، عمل حساب الصداقة اللي بدتنا وعطف على زوجتي المسكينة مصطفى. عجوبة. كيفاش عجوبة؟ لهذه الدرجة كتحب الزوجة ديالك؟ وأكثر يا صديقي مصطفى. إيوا راك ما جايب للدنيا خبار يا صديقي. علاش؟ زوجتك السي الفاطمي. مالها؟ هي في الحقيقة اللي وشات بك. كيفاش؟ أجل، زوجتك زبيدة خائنة. العين بغيتي تشوش لي تشوشني وتقول كلام في مراتي وتدفعني نعمل شي مصيبة في نفسي من بعد ما بديتي بزوجتي هي الأولى. ها؟ عدنا أعصابك السي الفاطمي، ما تكونش كتحكم على الأمور بهذه الكيفية. خليني نحكي لك اولا ومن بعد حكم باش ما بغيتي. هاني كنسمعك تكلم. ياكي هذا هو ظني فيك يا العينه، كنت ناويك الزوجة مخلصة وفية، سانتي الفعم سمومة ماكرة وخداعة. اش كتقول؟ اش كتقول الفاطمي؟ مالك مالك؟ واش حماقتي ولا خرج لك العقل؟ انا بعقلي الكامل كنتكلم معاك يا خائنة. كنتي كتمثلي عليا دور الوفاء، وفي الخفاء كتمشي لعندهم تأدي المعلومات كلها، كتقولي لهم الشادة والفدة عليا. كذب يا زوجي، كل ما سمعتي كذب. ياك ما دوخلك راسك هذاك اللعين. شكون هو يا مكره؟ صاحبك مصطفى يا الفاطمي. كيفاش عاد مزودها بالفاطمي من الفوق؟ انا عباس ماشي الفاطميه مجرمه، غادي الان نجعل نهايه لحياتك ونمحيك من الوجود. لا لا، بعد مني ارجوك، ارجوك بعد مني، 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 بعد مني. زبيدة زبيدة تصوت. زبيدة بعد مني لفاطمي. اش هادشي باغي تعمل؟ شو ما عليك، انا زوجتك لفاطمي، ارجوك حيد يدك عليا. بعد مني فاطمة. بعد مني زبيدة. فاطمي ارجوك بعد مني. الله ياك لاباس، لاباس ياك لاباس. بعد مني، حرام عليك، حيد خرجها من يديك، ارجوك. انا ما في داعي. مرحبا بكم في قناة محبين المسلسلات إذاعية مغربية. زبيدة سبحان الله سبحان الله، زبيدة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كيفاش؟ شكون انت؟ تكلم رد عليا. يديك الله يا هاد المرافق من الناس. هذه راها، هذه راها التمنية ديال الصباح. والله يجعله خير وسلام يا زبيدة، والله يهديك على نفسك شوية. مالي شنو عملت؟ كان هي نقول لك ما تبقاش تقرا القصص البوليسية في الليل. والله يهديك حتى أنت الفاطمي. مالي يا زبيدة مالي؟ كان عيان وصلك واحد الوصية وما كتعملش بها. ما هي؟ هاد المرة ملي تكون عول على السفر خبرني بالنهار ماشي بالليل. هذا كان. إيه يا عزيزي الفاطمي. كنتم في الاستماع سيداتي وسادتي إلى التمثيلية الإشاعية ليلى رهيبة، كتبها للإذاعة محمد المفضل الطغمي، ضبط الصوت الطيبة محمد، إخراج الهشم بن عمرو.